محمود. جينا بكرة. لو استنينا لبكرة مش هنلحق حاجة. كنا بعتنا أي محامي صغير. الغربان وصلوا. مين دول؟ المحامين بتوع التعويضات. وعرفوا منين بالسرعة دي؟ مش شايف كل واحد منهم صاحب المصدر اللي هو شغال معاه؟ شركة المايه بالعربية. إيه؟ يعني شركة المايه بالعربية الشركة. يخرب بيتك يخرب بيتك ده شركة بنزين. قلت لك بطل الهباب اللي بتشربه ده. انا عارفه ايه اللي انت بتعمله ده. حطه هنا يا واد. اتكلمتيها؟ البيت مفيش في دماغها حاجة من دي خالص. امال في دماغها ايه؟ سمرتو. حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي. كل ما فيك يا حبيب حبيبي. يا حبيبي ايه؟ عذرين يا رب وتصون العفاف. خليك حلو النار. نريح شويه بقى يا جماعه. ظبط نفسك مع الكمانجه يا سيد. ومتمره اقول لك بطل الهباب اللي بتشربه ده وانت بتشتغل. العربيه هتكون جاهزه الساعه كام يا قبلتي؟ الساعه 10 بالظبط قدام الباب يا روح قبلتي. حبيبي انت عاوز ايه؟ الرضا. انت شغال ايه بالظبط؟ عشان للجمال ومتعبت ما تشرب كاس معايا. ما بشربوش وانا بشتغل. عندك اجازه ساعه. هغير هدومي واستعد. هساعدك. رايح فين؟ قصص ده. ابعد ايدك. مش عاجبك؟ لا مش عاجبك. اشمعنى؟ بصراحه بقى هيئتك وتصرفاتك ما يقولوش انك كاتب في محكمه. مش محامي. حبيبي. الخمسة محاميين وعشرين حاجة. ايه الخمسة من اولها؟
بقى بكره انا هجيب لك الباقي. اعمل المحاضر بقى هات بقى. محاضر؟ عليا نعمه ما هتعملوها الا ما اخد حق على حترنا ليه؟ ده انت بقيت بايخ ومادي ومادي جشع كمان. امسك هات المحاضر. يلا كده. ايوه الاولاد اللي ماشوا في الاخر زميلهم مش موجوده في المحاضر. بكره بكره الصبح كل دي حبات. يا استاذ ده يا استاذ ده حرام عليكم، ثلاث سنين والقضيه شغاله وما يتحكمش فيها لغايه دلوقتي. ممكن تقعدي ثلاث سنين كمان، ما انت عارفه قضايا التعويضات حبالها طويله. ايوه بس انت ما قلتليش كده بقى من الاول. كنت بقدر رجليك. الله يسامحك بقى، طب انا سمعت بقى ان القضيه اتحكم فيها ب 15,000 جنيه، تعويض وانكم صرفتوهم. اللي قال لك كده بيضحك عليك، عدى علينا كمان ثلاث اربع اشهر وربك يفرجها. الشهور بتجر بعضها. والعشر راجل ما بيسدش، اوكل العيال ايه؟ طوب يا استاذ زكي. صباح الخير يا باشا. صباح الخير. بس الصحة ولا لسه؟ لسه. يعني ايه لسه؟ ما هو لازم نصحى بقى. الله، هيفضل نايم لغاية ايه؟ محمودة. يا محمودة. يا محمودة. ايوه يا استاذ. الاستاذ لازم يصحى دلوقتي. فكروا بقضية بنها النهاردة. حاضر. وقولوا ان انا هسمعه على هناك هاخر القضية لآخر الرول. حاضر. وقول له قرايب المتهم قاعدين بره مستنيين وهياخدوه معاهم. بارفت. وقول له احلق دانه، الحلاق مستني من بدري. ماشي يا استاذ. حاضر. يلا يلا يا اختي اخدك في سكتي. طب ما الاستاذ قرب يصحى اهو، اعمل معروف خليني اقابله بقى المرة دي. ما ينفعش، وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ يلا. اصحى اصحى يا استاذ اصحى. في ايه ايه؟ انا ما غفلتش من ساعة الحادثة. ما غفلتش اعمل لك يعني. يا عم قوم الساعة 8:30 خلينا نشوف أكل عيشنا بقى. إيه اللي أنت حاطه في دماغك ده؟ خرب بيته وحرق لي شهري بدل ما يصبوا لي مية يصبوا لي بنزين. ما يجراش حاجة، أهو لهم برضه. امسك. صل على جمال النبي. وحدوه. صل على جمال النبي. اذكر الله. صل على النبي. اذكر الله. صل على رسول الله. بص يا سيدي، دي صورة من محضر الحادثة، ودي تحريات كاملة عن كل عيل من العيال اللي ماتوا. حمودة يا حمودة. حمودة. ايوه سلم البيت. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. مش تاكل لك لقمة الأول؟ لا يا استاذ عريق تقتلك. الزفت فين؟ راح المحكمة بيقول لك ما تنساش قضية بنها جلستها النهاردة. والحلاق مستني بره من الصبح. أنا مش هحلق أمشي. كيفك؟ كنا بنقول يا سيدي. ما أنا قلت لك كل اللي عندي. الكشوف معاك إيه؟ وقدام كل اسم ظروفه الاجتماعية، ووظيفة الأب والأم إذا كانت بتشتغل. برافو عليك. قوم الراجل ده اعمل لي قهوة تاني. يلا 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 ما تقنعش يلا. أنت يا زفت يا حمودة. إن قضية اليوم هي قضية أولئك الذئاب البشرية الذين أصبحوا يمرحون في حياتنا، محطمين كافة القيم، ضاربين عرض الحائط لكل المقدسات. إن ذلك المعتدي الأثيم الماثل بين يدي عدالتكم لم يتورع عن ارتكاب تلك الجريمة البشعة التي يقشعر لها البدن، فلا يأخذنكم به أي رحمة، كما لم يرحم هو توسلات تلك الفتاة البريئة قليلة الحيلة التي كل جريمتها أنها كانت تلعب مع قريناتها في مكان عام، فاستدرجها إلى مكان وسط الأحراش واغتصبها عنوة، وعندما حاولت مقاومته كتم صوتها بكل وحشية حتى تم له ما أراد. وبين يدي عدالتكم تقرير الطبيب الشرعي الذي يثبت أنه قضى على براءتها وفض بكارتها. سيد الرئيس، أسوة بالقضايا المماثلة، النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لغيره من منتهك الأعراض ومعدوم الضمير. وشكرا. الدفاع، عندك حاجة تقولها يا أستاذ؟ إيه يا أستاذ؟ أنت مش جاهز؟ جاهز سعادتك، بس بدور على قلم حبر. قاليش مع سعادتك قلم حبر؟ لا ما هو ده عيبه، من ساعة ما اخترعوا الإقلام الجاف والدنيا باظت قال لي خيرها. ولا ريش يا سعادتك؟ قلم حبر أهو. قلم حبر. الدهون اتفضل. يا سلام يا سلام، قلم حبر. أهو الراجل ده تلاقيه معاوز على التقاليد ومظبوط. ماركة روبل. ما تخلصنا بقى يا أستاذ. حاضر. حاضر. لو سمحت سعادتك امسك القلم ده. اتفضل.
حط سعادتك القلم في الدواية. ازاي بقى وانت قافلها؟ يعني مستحيل تقدر تحط القلم في الدواية وانا قافلها، لازم افتحها. طيب اديني فتحتها، جرب ستك تحط القلم كده. حاولتني يا ست الريس. كم مره هنا؟ ازاي بقى وانت بتحركها؟ يعني لازم افتح الدواية الاول وبعدين اثبتها عشان سعادتك تقدر تحط القلم فيها. طب حط القلم كده سعادتك. اهو دخل دلوقتي، بس قدرت سعادتك تحط القلم بتاعك في الدواية بتاعتك. لا مؤاخذة سعادة الريس، شكرا. شكرا سعادة الريس. خد القلم. قضيتنا هي هذه يا سعادة الريس. علميا وتشريحيا ليس هناك شيء اسمه اغتصاب يؤدي الى هتك عرض كما تفضلت النيابة وكيافة القضية. لا بد ان يحدث قبول واستجابة، وطالما حدث هذا فقد انتفى عنصر الارغام والقهر والغصب. ودليل على ذلك القضية المشهورة لفتاة المعالي التي اتهم فيها عدة اشخاص وحكموا فيها. لقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي بعد عملية الاغتصاب ان الفتاة ما زالت بكرا رغم كل ما حدث، وهذا معناه انها رفضت. رفضت. اما في حالتنا هذه فتقرير الطبيب الشرعي اثبت العكس، وهذا يعني ان فتاتنا البريئه لم ترفض، وهو ما يهدم كل ما بنته النيابه راسا على عقب. بسرعه يا جماعه، بسرعه عشان القضية يعدينا. القضيه تقريبا خلصت. ما هو البركه فيك يا استاذ، واحنا كلنا تحت امرك، وادي دفعه من الاتعاب. باقي فين يا حاج سندس؟ ايوه ما هو بس وهبتي اديله بالكم. ايوه يا استاذ بس يعني ارحمني. ما بس مش خليك حلو. ده كان اعدام. ما فين الرتبه؟ ازاي يا استاذ؟ ودي تيجي؟ ايوه. حته حشيشه حلوه. راجل امسك رزقك في رجليك، خد. تذاكر يا متر، مع السلامة. شكرا حاج سلام. الأستاذ مصطفى خلف المحامي. مباحث المخدرات. الشنطة دي بتاعتك؟ أيوة يا فندم. تسمح لنا بتفتيشها؟ معاك إذن نيابة؟ أيوة. اتفضل. واضح إنكم عاملين حسابكم. الشنطة فيها أوراق مهمة وفلوس. تسمح لي أفضل محتاط الشنطة بنفسي؟ اتفضل. دي أتعاب القضية اللي كنت بترافع فيها. ده جلابيه وفانيلا ولباس وكتابات. ده شبشب. وده قلم في القضيه. ودي حته حشيش مالهاش دعوه بيها. المره دي غصب عننا، والاول مره هنتعاون فيها مع بعض. احنا عندنا 20 حاله وفاه، واحنا خمسه، يعني كل واحد مننا هياخد اربع حالات. موافقين؟ مفيش حل تاني. ايوه بس اياك محدش ينط من ورانا على اهالي الاولاد وياخدوا منهم توكيلات. احنا هنحدد الاسماء اللي هياخدها كل واحد. في ناس كده عندها اساليب مش مظبوطه. خيري احنا هنختلف من اولها؟ طب يا جماعه والمصابين؟ المصابين ما بيجيبوش همهم، والتعويض بتاعهم قليل. يمكن حد فيهم يموت، انا سمعت ان في اصابات خطيره. المصابين هيتوزعوا بينا هم كمان. ودول هيتوزعوا ازاي؟ بالقرعه. انا رايي بالقرعه. سامي انا اخطات الله. مصطفى احنا هنعك من اولها. يا سامي بتختار اللي انت عايزاه. هنوزع بالقرعه. لا المصابين هتوزعوا بالقرعه، لكن الميتين لا. مش بقول لك في ناس عندها اساليب مش مظبوطه؟ والله انا عملت تحريات واخترت على اساس التحريات دي، لو فيكم حد عمل زمان عملت انا مستعد اتنازل له. يا اخوانا مش هنختلف، حسونا بيت ده منهوري جاي دلوقتي مندوب عن شركات التامين عشان يتفق معانا. هيتفق على ايه؟
هي مش نسبتهم بتروح لهم لغايه عندهم؟ عايزين يزودوا نسبتهم في القضيه دي بس 20%. دي سرقه علني. يعني اللي بنعمله ده اللي بنعمله ده مش سرقه سخيري. بطل هبل وحتبوك. المهم اذا كنا هنشترك مع بعض يبقى لازم تترفع قضيه واحده، واحد مننا يرفعها والكل يخش معاهم متضامنين. لازم نستغل الضغط الاعلامي اللي هيحصل ونتحرك كلنا في اتجاه واحد. هنطلب تعويض مليون جنيه على الاقل، هنغتصب كل الجهات اللي لها علاقه بالموضوع ولو من بعيد. هنعمل ضجه. دي قضية مش سهلة، مش عادية، هنستخدم بقى فيها كلام كبير قوي زي شباب مصر المستقبل وثروة مصر القومية. مين بقى اللي هيرفع القضية؟ هو حد يضرب حغير يا طربش. ادخل. يا صباح الفل والياسمين. أهلاً حسونا بيه. أهلاً 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 يا فندم. أهلاً يا أهلاً يا فندم. يا أهلاً يا فندم، يا أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. لا إله إلا الله. الله أكبر. 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 شوف شغلك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سد عمك كده. التوكيل جاهز وبكره هنسجله في شهر العقار. الأولاني بالصلاة على النبي. مش هينفع تروح العزا كده يا ريس. ليه يا ابني؟ ما انا حلقت دقن اهو. شعرك؟ شعري ماله شعري؟ سلام. صغري ما بحبش حاجتين، الحمى والحلاقة. في حاجة كمان. ايه؟ البدلة. مالها البدلة؟ يا ريس انت راجل محترم ومحل ثقة، وبصراحة بقى البدلة دي عمرها الافتراضي خلص من زمان، ما يصحش تروح بيها. خليك حلو يا زكي. ده اللي انت فالح فيه. اطلع. يلا. ما تنساش الكرافتة السودا والجزمة السودا والشراب الأسود عشان ليلتنا تبقى بيضة. متأسفين يا جماعة. لا البيئة في حاجكم. وسع الباشا يا جدع، وسع الباشا. باشا وسع. اتفضل يا باشا. يا اخي انت راجل مؤمن والمؤمن صاد. صل على النبي كده. صل على النبي. صل على النبي. ربنا عوضك خير ان شاء الله. حياتك الباقيه يا استاذ. شد حيلك يا اخويا. شد بالله. خليك مؤمن ومؤمن. ده مصاب البلد بحالها. نعمل ايه؟ ربنا على المفتري، والله ما هينجحوا ولا هيشوفهم طيب. انتهى الاستهتار والاستهانه بارواح الناس. البني ادم بقى ارخص حاجه في الحياه.
قريب المرحوم الرجل. ايوه استاذ انا عمها. مين سيادتك؟ انا فاعل خير. امسك امسك ده مبلغ بسيط يمكن يساعد. ايه ده اللي بتعمله ده يا استاذ؟ ما انت عارف المصاريف والظروف الايام دي، وبعدين ابو البيت راجل على قد حاله ورزقي، هيجيب منين؟ والله الحاله كمان بقت ضنك. قول لي انتوا ناويين تسيبوا دم البيت كده يروح حضر؟ لا النيابه بتحقق. نيابه ايه وحكومه ايه يا راجل؟ انتوا لازم ترفعوا قضيه وتاخدوا تعويض، هيبقى موت وخراب ديار. تعالى تعالى معرفك بالراجل الانسان الطيب اللي ما قدرش يستحمل الخبر، الراجل اللي فاتح بيته ومكتبه للناس الغلابه يقف جنبهم وياخد حقوقهم. اهلا وسهلا، شكر الله سعيكم يا استاذ. مصطفى بيه خلف اكبر محامي في البلد وواهب نفسه للحكايه دي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذنا. الناس دي غلابه غلابه قوي يا مصطفى بيه، وعايزين اللي يقف جنبهم ولا تحت امرهم. والله بس سعادتك عارف الظروف، يعني ما تشيلش هم، ما تشيلش هم يا اخويا. مصطفى بيه مش هياخد ولا مليم في القضيه دي، دي قضيه انسانيه. اصله مرشح نفسه في مجلس الشعب عشان يتصدى للفساد وافساد في هذا البلد، وبصراحه هو عامل ده لاهل دايرته بس. والله اذا كان كده يبقى نفكر. تفكر في ايه يا راجل؟ تفكر في ايه؟ بقول لك مش هياخد اتعاب وهيجيب لكم تعويض كمان، دي مساله محتاجه تفكير. خد امضي التوكيل من ولي امر التلميذ. امضي. بقول لك ايه، اقرا براحتك هناك، يلا مش فاضيين. اوكي التاني بالصلاة على النبي. اطلع شوف اللي في العشاء اخبارهم ايه وانا هشوف اللي هنا. يلا. ايه النظافه اللي حطت عليك دي من غير مناسبه؟ مجبر اخاك لا بطل. اخبارك ايه؟ جبت 3 توكيلات بس. والرابع؟ ابوه طلع محامي. خش كيف اجيب الحاجات اللي عندك وتريح دماغك. تدفع كام؟ هديك على بعض كده 5000 جنيه وبلاش وجع قلب. مستعده تنزل لك عنهم ببلاش بس توافق. يفتح الله يا ابني. نلم الشمل ونحط زيتنا في دقيقنا وتلاقي لك لقمه نظيفه وصدر حنين بدل العك اللي بتعكه كل ليله ده. خليكي حلوه حلوه عن سمانه، يوم هجوز يا سمسم لازم تبقى بنت الموت. ورده مغمضه تفتح على ايديا يا اختي عشان ابليس في الجنه. بقول ايه؟ ايوه يا فندم. الطالب علاء محمود. ثانيه واحده. علاء محمود؟ علاء محمود. ايوه. ها ازاي حال دلوقتي؟ حضرتك دكتور ولا صحفي؟ لا ده ولا ده، انا محامي. اهلا وسهلا. بسم الله عليه. علاء عنده ايه؟ زي ما انت شايف. لا كسر في الدقات، هاتوا في العمود الفقري. لا بسيطه. بسيطه بسيطه ازاي؟ ده الدكاتره قالوا ان حالته خطيره. عشان كده مش لازم تسيبوا حقه. حضرتك والدته؟ لا انا خالته. امال والده فين ووالدته؟ في ابو ظبي. ابو ظبي؟ ولسه ما خدوش خبر في الموضوع. لازم نديهم خبر بسرعه جدا. حضرتك متجوزه؟ لا متطلقه. ليه؟ شكلك بيقول انك لسه بنت بنوت. اصل انا برضه مطلق وعايش لوحدي. حضرتك اكيد عايشه لوحدك برضه. ايوه. اتفضلي، ده الكارت بتاعي، تليفوني وعنوان مكتبي. انا لازم نرفع قضيه على الحكومه نطالبها بمبلغ تعويض ضخم. اوروبا عارفه اوروبا؟ ايوه عارفه اوروبا. لو واحد مات له كلب في حادثه او اتعور يرفعوا قضيه ياخدوا ملايين. وهنا بيعملوا ايه؟ هنا؟ خد التوكيل ده خليهم يمضوا ورجعوا خلال اسبوع. طب اجي لك المكتب نكتب لهم الجوابات ونبعتها من عندي. احسن مره نبعت لك العنوان ورقم التليفون. اسمعني بس مش هتندمي صدقيني. فكر. ايه اللي جابك هنا؟ سيف كان في الحادثة. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مين سيف ده يا فاطمة؟ ابنك؟ ايوه ابنها يا مصطفى. مالك اتسمرت كده ليه؟ هنقطع على بعض من دلوقتي؟ على كل حال اشبع بيه ده مفيش منه راجع. لو سمحت هو عنده كام سنه؟ سيف ابراهيم شوقي. ده عاوز منه ايه ده؟ والله اعرف بعض المعلومات عنه، انا اصلا المحامي بتاعه. طب ما عندك والدته ووالده الدكتور ابراهيم شوقي. يا عم طلع، هو انا هاخد الملف واهرب؟ انا هبص فيه قدامك وهمشي. امسك. امسك ايه؟ امسك. ايوه بس دي اسرار. ما انا بقول لك انا المحامي بتاعه.
انت تعرف حاجه عن الولد ده؟ في حد ما يعرفوش، ده واحد من ابطال الجمهوريه في التايكوندو وبيطلع الاول على المدرسه. ازيك دلوقتي؟ حضرتك مين؟ انا المحل بتاعك. اسمك سيف مظبوط؟ عرفت منين؟ مش بقول لك ان انا المحامي بتاعك؟ واعرف كمان انك بطل العالم في التايكوندو، صح ولا غلط؟ صح. واول ما افك الجبس هسافر على اليابان. اليابان؟ ايوه. ليه؟ عندنا معسكر استعداد لبطولة العالم. يا جامد. انا قدامي اتنين بس هما اللي في وزني، واحد من واجادوجو والتاني من اليابان، بس نتائجي احسن منهم. قول لي بقى، ما انتش محتاج محامي معاك يدافع عنك؟ سيف، انت صحيت امتى؟ ماما، الاستاذ مصطفى المحامي بتاعي. الاستاذ مصطفى خلف المحامي الدكتور ابراهيم شوكت. اهلا. ازاي دلوقتي يا سيف؟ الحمد لله. من فضلك يا استاذ مصطفى، احنا مش ناويين نرفع قضايا. ولو حبينا نرفع قضيه عندنا محامي العيله. فاطمة، عازف الكلمتين اللي وحكينا لو سمحتي. مفيش بيني وبينك أي كلام. بس في أكتر من الكلام. يا دكتور، يا دكتور. مين؟ دكتور إبراهيم؟ إزاي ما قلتلناش إن سعادتك هنا؟ أهلاً وسهلاً. مش معقول يا دكتور تسيبوا المرضى عرضة لأي حد يطفل عليهم ويرهقهم بالشكل ده. السودة المجشفة بتاعت امبارح تاني. دنيا قطعت قلبي. اله يقطع قلبك. امال عاوز مين؟ لقطة القشطة اللي هناك دي. ما تغلاش عليك يا سيد الرجالة. يلا يا مزاليكا مع العمدة. اظبط تاتي يا قبلتي. لا يا بيت، العمدة عرض مستمر. حاضر يا قبلتي. وخلي بالك منه. من عينيا. يلا 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 يلا.
معانا اربع توكيلات ودافعين لغايه دلوقتي 1300 جنيه. نص الحياه المصابين. في ثلاث حالات في الانعاش. ربك يسهل ويسلكوا. يا اخي قول اتنين يبقى رضا. الحقني يا استاذ، الحقني يا استاذ، مصيبه سودا طبت على دماغي ودماغي اللي خلفوني. ايه اللي حصل؟ بوليس الاداب قبض على البنات من غير مناسبه. من غير مناسبه ازاي يعني؟ كانوا بيصلوا في الجامع والبوليس قبض عليهم. ما كده مدبرها لما تتسمى خواطف العبش، ما انت عارفها. منافسه مهنيه يعني. شوف يا اخي عدوك ابن طارق هم فين دلوقتي؟ في المديريه. زكي وعي راح اخد صوره من اهل النيابه بنقض وتفتيش وبحضر التعديلات. دلوقتي يا ريس؟ ايوه. وانت استمان تروح مهندس ضيف الصبح بدري عشان اخد المخدرات. طب والمستشفى مش هنمر على الحالات بتاعتنا؟ المستشفى الصبح انا وانت هنروح سوا. يلا يلا بالسلامه. بقول لك ايه؟ ما تيجي تشرب لك كاسين تحت. الله انت مش بتقولي البنات قبض عليهم؟ الاكل ما يسلمش برضه. خيرك معقول. وما كانش فيه عليا. تسلم عينيكي. يلا يلا وريني جمال خطوتك وخد الباب وراك كده دي. تصبح على خير. يلا اطفي النور يا جمالات. اطفي النور. كنت عارفة انك مش هتسيبني. مش هعرفك. قلبي قال لي. من امتى القلوب بتزق؟ المهم خدوا اولك. خدوا اولنا في البوليس لكن النيابة لسه. بيقولوا بكرة. طيب الورقة دي فيها اسم واحد من قبل. قول انكم كنتوا بتحيوا عنده فرح في زفنا. ايوه يا استاذ بس. ما بسش. احفظ الاسم وخلي زمايلي كلهم يحفظوا الاسم والعنوان. هي غلط هيلخبطوا الدنيا. طب وكلامنا اللي قلناه في البوليس؟ انتوا تحت الضغط والتهديد. وبعدين انا هبقى موجود معاكم وهم بياخدوا اولكم. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش. احفظي الاسم والعنوان وحفظيهم لزمايلك. البوليس قبض عليك هناك في الزيتون. اوعوا تجيبوا سيرة بيت السكاكين ده ابدا. مفهوم؟ حاضر. سلام. استاذ. فندم. ما يحرمنيش منك. انت ايه انا بتمشي في بيتكم ولا ايه؟ ما انت اللي اشتغل معاك يعرف ينام يا ريس. واقفين على اول محل ورد. نعم. هنا هشتري ورد. انت عمرك ما عملتها، ايه اللي حصل في الدنيا؟ لو تفهمني بس مين ده اللي هتروح لما تشوف الاول. امال فين سيف؟ سيف مين؟ الولد اللي كان على السرير ده. ده مشي، اهله جم خدوه. خف؟ لا لا. امال خدوه ليه؟ ودوه فين؟ انا ايش عرفني؟ انت هتعملي تحقيق؟ انا يا فاطمه. صباح الخير. انا حاولت امنعه يا دكتور بس ما اعرفش دخلوه ازاي من البواب. طيب سيبني يا عم علي. اه سيد عم علي لو سمحت. ازيك يا دكتوره؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ رجليا. قلت لك مفيش بيني وبينك اي كلام. انا قلت لك اللي بيننا اكتر من الكلام. سيف ابني يا فاطمه. لا سيف تاريخ ميلاده المثبت في شهاده الميلاد 27/7/1977 واحنا سايبين بعض في 13/1/1977 يعني انت خلفتيه بعد 6 اشهر و14 يوم من طلاقنا. ولو انت فاكره انك قلتي لي قبل ما نتطلق انك اجهضت نفسك عشان ما فيش حاجه تربطك بيا، صح يا مدام؟ كل ده كلام فاضي. اي خدمه يا دكتوره؟ لا متشكره قوي يا عم علي. انت عارفه انه صح. انا مش عايز اكتر من انك تقولي انه ابني فعلا. سيف ملوش اي علاقه بيك يا مصطفى. انت السبب. انت اللي بعتيه وخبيتيه عني. سيف مش ابنك. كدابه، انا حسبتها كويس ولو استمرت في الانكار هتضطرني الجا لاساليب تانيه. اعلى ما في خيلك اركبه. واسمع، لو حكمت همسحك من الوجود مثلا، وانت عارف اني اقدر. بسلطه جوزك في الحزب والحكومه مش كده؟ وبتاريخك الاسود في النيابه اللي انطردت منها بتهمه الرشوه. لو ما بعدتش عن سكتي انا وابني هقلب اللي فات كله وهشتكيك في نقابه المحامين. حمقتك دي وخوفك بياكدوا ان ابني هو ده اللي كنت عاوز اعرفه في المرحله دي على الاقل. على اذنك يا بطل، فاكره الاسم ده؟ يا ترى جوزك بيناديك بايه؟ امشي اطلع بره. من غير ما تحمر كده من طالع، بس بعد اذنك هاخد الصوره. لا مش طماع، انت عندك الاصل. سيبي لي الصوره. سلام موقف. يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟ انا بدفع ببطلان القبض والتفتيش لانه بني على تحريات غير جديه. وما بني على باطل فهو باطل. ايه هو اللي باطل؟
انا بطلب من سعادتك معين مكان ارتكاب الجريمه المثبت في محضر اسمه فارس، وكمان عاوز شهاده السيد عثمان ابو يوسف المقاوي وورد شهادته ضمن محضر القبض والتحرير. اغفر المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه. وننتقل الان لاجراء معاينه للمنزل محل الهيئه السابقه، مع التنبيه على ضابط الواقعه لاصطحابنا لاجراء المعاينه. فتح المحضر بحضور الهيئه السابقه، السيد فتحي السيد محمود ضابط الواقعه، والسيد نصر عبد السلام احمد ضابط القسم، وقد استدعينا شيخ الحاره السيد عبد الله عبد المنعم حسن للاستدلال على المنزل محل الواقعه. اكتب الاسامي ومضيهم. نايم. هو ده وقت نوم برضه؟ أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا أستاذ يا عبقري. الحمد لله على السلامة يا خواطر. أنا عارفة إنك أنت قابلت القضية دي علشان، وعارفة برضه إنك عملت كل ده علشاني. ما كنتش أعرف إنك بتحبني بالشكل ده. سامحني، أعذرني، أنا غبية. كلنا أغبياء يا خواطر. أنا أزدك عشان عندي معاد دلوقتي. إيه؟ مالك يا أستاذ؟ مفيش. طب تحب أجيلك بالليل؟ ما تتعبيش نفسك، أنا وعدت عليك عندي جمالات، عن إذنك. هو ماله يا عم حمود؟ علم علمك يا بنتي. لكن هو بقاله كام يوم كده مش طبيعي. يا أستاذ مش أصول دي، يا أستاذ رد عليا. يا أستاذ. يا استاذ، انت ازاي تتهاجم عليا بالشكل ده؟ انا هطلب لك البوليس. اطلبه. انت بلطجي مش قدك. خلينا نتفاهم احسن. انا مفيش بيني وبينك اي تفاهم، ولو ما خرجتش حالا انا هطلب لك البوليس فعلا. عشان تقول لهم ايه؟ انك زورت في اوراق رسميه واستوليت على ابن واحد تاني ونسبته لنفسك. انت كذاب. للاسف مش صحيح. الولد ابني والورقه بيثبت كده. لو معاك اي اوراق تبقى مزوره وبيننا المحكمة. المحكمة دي لعبتي يا حضرت. حتى لو معاك الحق اقدر اقلبه باطل. لأنك محامي وزر. بس مش أوسخ منك. بس أنت متساوي ومتداري ورا واجهة سياسية واجتماعية بتلمع. الكلام ده لازم تتحاسب عليه. اخرس بقى واسمع الكلام اللي فيه المفيد. ده أنا عندي سجل كامل بجرايمك وبلاويك. دي عينة منها. عمليات إجهاض غير قانونية وغير شرعية. 12 عملية تم في الهدف بتاع سعادتك. عملية سرقة كلى الواحدة في بورسعيد من 4 أشهر. الست اللي دخلت عيادتك تعمل عملية كحت وماتت، بتاعت بني سويف. أهلها لما خدوها يغسلوها اكتشفوا إنها من غير عينين. سعادتك سرقت عينيها وبعت القرنية. ولما بقولك إن هو وحبوا يعملوا فضيحة، سيادتك ضحكت عليهم ب 2000 جنيه. مال الكحت ومال القرنية يا دكتور؟ أنت عاوز إيه؟ الناس دول عاوزين يجددوا الموضوع. أنا اتصلت بيهم مقتنعين إنهم يرفعوا قضية. وهكسبها لهم. ايه رايك؟ لا تحت امرك. عاوز مني ايه؟ تبعد عن سلفتي وتدي اشاره. انا عايز اشوف ابن وقت. انا لغايه دلوقتي ما قلتش اخده، بس يمكن اغير رايي بعدين، الله اعلم. كنت عيطت. صورتي قدام فاطمه والولد والحزب
لو المعلومات اتعرفتنا. متخافش، المعلومات دي مش هتظهر الا اذا احتجت لها، وانت تقدر تخليني ما احتجلهاش. سيف فين؟ عندي في البيت. يلا انزلي. انا عايز افهم انت جايبني هنا ليه؟ انا عارف ان زوجك حلو وعاوز تساعديني. ايه رايك؟ مش ممكن. انت جرالك ايه؟ الحاجات دي عشانك؟ يعني الالوان دي تمشي عليا؟ اوعى تكون بتحب. الظاهر كده. ايه رايك؟ لا الحكايه دي عايزه تفكير. تعالى بقى لما ننقي لك كام طقم على بعضه. بس ما يهمكيش الفلوس. ماشي. ايه رايك؟ ياه، عارف بتفكرني بايه؟ بايه؟ بايام ما كنت طالب في الجامعه. فاكر؟ يعني ايه يجي يزوره هنا يا ابراهيم؟ ازاي تسمح له بكده؟ لازم نوطي شويه للريح لحد ما نشوف هنعمل ايه. تحرياتي بتقول ان الراجل ده مش سهل ممكن يعمل لنا دوشه حقيقيه. سايسيه شويه لغايه ما انا بنفسي اتصرف. طب وسيف؟ هو علشان كده بقول لك سايسيه؟ انا مش مطمنه. ولا انا، بس لازم نلم الموقف لحد ما نتصرف صح. خلاص؟ الظاهر ان هو ده. الدكتور ابراهيم موجود؟ اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى. انا مضطر اسيبك علشان عندي شغل. البيت بيتك طبعا. شكرا. مفيش، انا هفهمه ان صديق ليلى، صديق قديم لليلى والمحامي بتاعه. مش عارفه اصدقك ولا لا. انا مش ممكن اضر ابني يا دكتوره فاطمه. طيب هو فين؟ اتفضل. سيف، في ضيف بيسال عليك وعايز يشوفك. مين يا ماما؟ انكل مصطفى. اهلا 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 اهلا. ازيك؟ الحمد لله. انكل مصطفى جاب لك الورد ده يا سيف. الله، انت عارف ان انا بحب الزنبق. طبعا اذنكم اشيله في الباص. ميرسي قوي يا انكل. بلاش حكايه انكل دي بقى. امال اقول لحضرتك ايه؟ قول لي ايه رايك تقول لي يا مصطفى وانا اقول لك يا سيف. هو انا مش متعود على كده. لكن لكن ايه؟ مش بين اصحاب؟ طيب في حد بقى يقول لصاحب حضرتك هو انكل الحكايات دي؟ تكسب يا يا مصطفى. مصطفى ممكن تساعدني؟ استنى استنى، تعال استنى. ايه؟ عايز اروح عند المكتب. مش هخطر عليك؟ لا انا عايز بس اوريك حاجه هناك. طيب انا بس تعالى. اوبا اجمد يا كابتن، اجمد يا بطل. ايه ده؟ ده كمبيوتر. تعرف تلعب عليه؟ العب ايه، هو ده لعبه. اديني بيانات. بيانات ايه؟ اسمك وتاريخ ميلادك وسنه تخرجك واسم مامتك وباباك والبلد اللي انت دلوقتي فيها، كل البيانات بتاعتك. ليه كل ده؟ اصل انا بقى مخزن معلومات عن كل اصحابي في كل الدنيا. انت هتبقى رقم 1236. ها موافق؟ طبعا. إنها ليست قضية مدرسة أو مجموعة من التلاميذ أوقعهم حظهم التعس في قبضة سائق متهور أو
صدفة عمياء أودت بحياة 20 فتى وفتاة من أنبه أبنائنا. القضية أيها السادة أخطر من ذلك بكثير. إنها قضية بلد بكامله. نخر السوس أعمدته وأوشك بنيانه على السقوط. فإما أن تمتد الأيادي وتتشابك لتعمل معا، أو فالمصير غريب وموحش. لو حدث أو وقع مثل هذا الحادث في أي مكان في العالم يحترم فيه الإنسان لاستقالت الحكومة على الفور ولحوكمت وأدينت لقاء إهمالها. أيها السادة، الفرصة ما زالت في أيدينا ويجب ألا نفلتها. وطالما السادة الوزراء المسؤولين عن النقل والتعليم وخلافه ممن لهم علاقة بهذا الحادث المروع الذي نحن بصدده، طالما أنهم لم يهتز لهم جفن ولم يقدموا استقالتهم حتى الآن، فأنا أختصمهم بصفتهم وبأسمائهم وأطالبهم بالمثول أمام عدالتكم كمتهمين والتحقيق معهم. استاذ مصطفى، انت فين هتختصم الوزاره؟ ايوه اطلبهم في المحكمه هنا. هتوجهلهم تهم ايه؟ الاهمال والتقصير في اداء واجبهم. خلاص خلاص، صدقتوا الكلام ده؟ دي فرقه اكل هوا. بطلوا خلاص يا جماعه، الاستاذ تعبان. بطلوا. انا خايف الضغط الاعلامي على القضيه يفتح عيون الناس كلها علينا. ولسه هيفتحها. اتفرجوا الاخبار كاتبه ايه؟ قلبين علينا الدنيا. بيقولوا ان شركات التامين بتدفع 30 مليون جنيه في السنه تعويضات، وقال ايه؟ بيروحوا لمحامين التعويضات واهل الناس ما بيبقوش منهم حاجه. وسعادتك عايز تقلب علينا الحكومه، هي ناقصه. صحيح يا مصطفى، هي حكايه الوزراء دي صعبه شويه. هو التلويح بيها مهم عشان زياده مبلغ التعويض، لكن انا شايف، انا رايي ان احنا نطلع الحكومه من الموضوع ده خالص. رايح فين؟ حاسس تعبان شويه، عاوز سنايب. الورطه اللي انت ورطتنا فيها استاذ خالد، لو مش حالك تستمر اسحب القضيه بتوعك. استنى، ايه مالك؟ قلت لي تعبان. طب انا عامله عندي قاعده ليه؟ هتيجي ولا لا؟ بمناسبه ايه؟ عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب. هتيجي؟ ادخل. مساء الخير يا جماعه. انا لا 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 لا، ازيك؟ ايه ده؟ لا يا سيدي، بقى بدل عكازات عشان تخرج وتمشي وتشم شويه هواء. طب سعيد. لا خليك، انا هساعدك. هوبا. على مهلك. على مهلك. ايوه. مش تعرفنا على صاحبتك؟ انا اسف، ياسمين مصطفى. اهلا. اهلا وسهلا. زميلتك في المدرسه؟ لا، احنا جيران. ده بيمشي زي ده. امسك كده. كعرات؟ طبعا. مش بلعب تايكوندو؟ طبعا. شوف يا سيدي، هتلف، ايوه، تطلع على طول بقى وبايديك، ايوه ايوه. حاول بقى بايديك الشمال، ايوه، عشان تخش يمين، ايوه، وعلى طول. ايه رايك؟ برافو. ميرسي يا مصطفى. ما تشكرنيش على حاجه ابدا تاني يا سيف. ليه؟ ما اعرفش. ما تشكرنيش وخلاص. بقول لك ايه؟ معاك عربية؟ معايا. طب يلا بقى كده. لا انا خاف عليك من الخروج دلوقتي. ليه؟ ده انا فاضل لي اسبوعين بس افك الجبس، وبعدين ده الحبقة في العربية او على الكرسي. وبصراحة بقى انا كنت عازمها قبل الحادثة عشان اخش السين، ودلوقتي في فيلم سبيلبرج ولازم اشوفه. فيلم سبيلبرج ده؟ ده مخرج بيعجبني قوي. شفت انديانا جونز؟ والمعبد الملعون وايتي؟ انا شفت كل افلامه، وكنت خايف فيلمه الاخير ده يتشال قبل ما اشوفه. ما بلاش يا سيدي، انا عازمك انت وعازم ياسمين. انا قبل العزومه بس انا خايف ماما تزعل. بالعكس، ماما هتفرح جدا لما تعرف ان انا شفت الفيلم ده. يلا بقى، انتوا لسه واقفين؟ يلا ليه حفله 6:30؟ يلا بينا. يلا ياسمين، يخرج معاه. انت مش عارفه ان هو تعبان بصراحه بقى يا دكتوره. تسيفه ولا صمم على انه يخرج، والاستاذ مصطفى ما كانش راضي. ما كنتش لوافقي، وكمان العقودات بتاعته هنا. خرج بايه؟ لما هو جاب له كرسي بعجل. كرسي بعجل كمان؟
والله عارف دي الحكايه زادت عن حدها. يا ابراهيم يا ابراهيم. ايوه يا فاطمه. في ايه؟ ايه ده؟ انت خارج وسايبني في الورطه دي؟ انا هعمل لك ايه؟ عندي شغل. شغل؟ اعمل اي حاجه ان شاء الله حتى تبلغ البوليس. روحي اتكلمت. انا قلت لك ان ده محامي قذر ممكن يبيع ابوه وامه علشان يكسب قضيه. نقوم نسيب ابننا؟ عارفه كويس يا فاطمه ان ده ممكن يضرنا. يعني ايه؟ نخدعه بالشكل الحقير ده؟ لا بس نسايسه بقى لغايه ما نشوف لنا مخرج من الورطه دي. عموما انا اتصلت بمحامي كبير قوي وكلفته يشوف لنا حل. اطمني 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 خالص. الولد زمانه راجع مع ابوه. كان المخرج اسمه ايه؟ اسمه سبيلبرج، ستيفن سبيلبرج. تعرف يا سيف انا ما دخلت السينما بقالي قد ايه؟ ها؟ اكتر من 15 سنة. اخر فيلم شفته في السينما كان اسمه زد. كنت انت لسه ما اتولدتش. الفيلم ده بالذات انا شفته مرتين لان ماما بتحبه قوي. ماما بتحب الفيلم ده؟ بتقول ان هي شفته زمان ومش قادرة تنساه. لدرجة دي الفيلم حلو. قلب الدنيا. ده أول فيلم سياسي صريح وعلى المستوى الجماهيري ناجح جدا، ودي تاني مرة يتعرض بنا على طلب الناس. شوف الناس قد إيه. بعد الفيلم ما يخلص هنروح المطرية إزاي؟ لو ما لقيناش مواصلات نبات عند السيف في باب اليوم. ياه ده أنت مشينا خالص. وصلت لغاية فين؟ المطرية. هو أنت المطرية؟ زمان، أيام زمان. ماما برضه قالت لي إن هي كانت ساكنة في المطرية زمان. تحبوا تتعشوا فين؟ لا بلاش النهاردة لأحسن ما تقلق عليا. ماشي يا عم سيف. شفت فيلم لسبيلبرج يا ماما لكن يجنن. ازيك يا سيف؟ الحمد لله. ظهرك ما تعبكش؟ لا الحمد لله ده البيت كويس خالص. شفتي مصطفى جاب ايه؟ مصطفى حاف كده؟ خلاص بقى ما احنا بينا اصحاب ولا ايه؟ طب اتفضل اتفضل على اوضتك. مش هتقدري يا ماما. مصطفى يا مصطفى تعالى يا مصطفى يا مصطفى. الله الله البطل. تصبح على خير بقى. انا مش جاي اليوم دلوقتي لو تحب تقعد معايا. لا معلش انا همشي عشان عندي محكمه الصبح لازم اقوم بدري. ماشي ماشي. ايه ماشي دي تعلمتها منين يا سيف؟ اسف. تصبح على خير. ايه بتقول ايه اللي بتعمله ده؟ ازاي تسمح لنفسك تخرج الولد وهو لسه تعبان؟ انت غلطت انك خرجت الولد من المستشفى يا فاطمه. وانت مالك انت؟ ما هي ده هدايتني. لا وزي ما انت عايز الكلام ده مش هيغير حاجه من الحقيقه. تعرف لو ما بعدتش عنه والمصحف الشريف والمصحف الشريف لاحكي له على كل حاجه. هقول له انك اترفدت من النيابه بتهمه الرشوه. ومش كده وبس هاخده المحكمه يتفرج عليك وانت بتترافع في قضايا المخدرات والدعاره. سيف رجعني لايام زمان مره واحده يا فاطمه. ايام المطريه والسينما مترو وفيلم زد. قال لي انك بتحب الفيلم ده فاكره؟ من فضلك يا مصطفى قدر الموقف كويس. إذا كنت حقيقي بتحب سيف لازم تبعد عنه خالص وتجنبه موقف ممكن يزلزل حياته كلها. وبعدين إيه آخرة اللي بتعمله ده كله؟ مش عارف. لكن أنا عارفة هتاخده تضيعه وسط تجار المخدرات وبتوع الدعارة والسكرية. اسمع يا مصطفى أنا ضيعت عمري كله عشان الولد ده أعلمه وأربيه كويس ومش ممكن أتنازل عنه. أنت فاهم؟ فاهم. الأحسن ليك وليا إنك تخرج من حياته خالص يا مصطفى. انت ما فيش مثال بجمالك انت.
اهلا يا استاذ، عاش من شافك. تعيش يا بطول. ما في سكران؟ سكران في اجازه النهارده. فينك من زمان يا استاذ؟ خير يا استاذ؟ طبعا مش فاكرني. وهتفتكرني ازاي؟ ما انت بقالك 3 سنين ما شفتنيش. الاستاذ محجوز يا مريم، حل عنه وخليك مع زبوني. اقفل بقك انت يا برع، انا بتكلم مع المحامي بتاعي. افتكرتني يا استاذ؟ عايزه ايه؟ انت رفعت لي قضيه تعويض عن جوزي اللي مات في حادثه الموتوسيكل تحت الاوتوبيس، فاكره؟ فين بعدين؟ المحكمة حكمت لي ب 15,000 جنيه تعويض، بلعتهم في كرشك، صح؟ لا مش صح. أنا ست محترمة، بس للأسف عندي ولد وبنت، كان نفسي أربيهم كويس، لكن أنت بقى مرضتش. معاش الراجل ما بيأكلش العيال طوب. أنا قلت ال 15,000 جنيه دول هيعملوا حاجة، لكن أنت كلتهم كلهم، ما اديتنيش منهم ولا مليم. بعدين يا برا، يا حد يشيل البنت دي من هنا ولا مش عايزين نجيبها؟ بعد كده يا مصطفى يا خلف، روحوا على المبرودة يا شيخ. يلا يا خلف، تلف مصيبة يا مصطفى يا خلف. مالك؟ هي البنت دي كانت عايزه منك ايه؟ مفيش، انت خلصت؟ اه. على فين؟ طيانها اكتر ما هي من طيانها. كان عندي قضية مستعجلة، أقدم لك الراقصة المثقفة خريجة الجامعة، عضوة في أكبر شبكة دعارة في البلد. أنت اتجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ إيه؟ أنت عارف مين موجود هنا؟ عارف عريس الغفلة اللي بترمش بدك حواليه. الفراولة بتاعي الفراولة، الفراولة بتاعي الفراولة. تقوم تجيب واحدة معاك كده. مالها؟ دي أحسن وأشرف منهم كلهم. وبصراحة أحسن وأشرف منك أنت. مصطفى أرجوك ما تضوقش الليلة. ومين قال لك إنها هتضوق بقى؟ مين قال لك؟ هوريك أنتوا عريس الغفلة بتاعك، استنى. اسمعوا يا جماعة، النهاردة هنحتفل بعيد ميلاد سامية للمرة الخامسة السنة دي. هقدم لكم أجمل وألذ وأطعم وأنقح رقصة في شارع محمد علي باشا، الرقصة اللولبية خاطر. تحبوا تتفرجوا عليه؟ طيب يا مصطفى، وتقول لهم اني بحتفل بعيد ميلادي للمره الخامسه؟ خمسه ولا عشره وحد واخد باله، ده عالم مصبح من كل ما تيجي رايح نروح عشان بطني وجعاني وعايز حكيمي. انت اكيد اتجننت مصطفى. ولا عشان
مش انت دلوقتي. يلا محمود ابو الوفا صحفي. اهلا يا سيدي. انا مستنيك من بدري قوي يا استاذ. حضرتك عايز ايه بقى؟ انا حضرت المرافعه بتاعت حضرتك في المحكمه وحافظها عن ظهر قلب. طيب الاقي عند حضرتك وقت بقى نتكلم فيه؟ لا ما عنديش وقت. انا ارجوك يا استاذ معلش انا مش هاخد من وقتك كتير. بقول لسعادتك انا مستنيك من المغرب. الله يخليك ويطول في عمرك. ده انا حتى ما اتعشتش. عامل عايز ايه يعني؟ حضرتك اثرت قضيه ضخمه في المحكمه، هل انت متمسك بها؟ امال يعني تفتكر ان عاملها عيا لا مؤاخذه؟ يعني المساله مش مجرد مناوره لزياده مبلغ التعويض؟ لا بس حضرتك اترفعت في قضايا تعويض كتير قبل كده. اه بس القضيه دي مختلفه. وايه وجه الاختلاف اللي فيها؟ مش ملاحظ ان انا مش فاضل الكلام ده دلوقتي؟ اتوكل على الله دلوقتي وبعدين نكمل كلامنا بعدين. يلا خلي في حالك. يا استاذ حلمك عليا، انا جاي اساعدك. تساعدني؟ ده موضوع خطير ما تقدرش عليه لوحدك. لازم حد يسندك. ما تجيب من الاخر يا بيضة. انت عايز ايه بالظبط؟ الحزب بتاعي بعتني عشان اتفاهم معاك. احنا مستعدين نقف وراك ونمولك بالمبلغ اللي انت عايزه عشان تكمل القضيه للاخر وما تتراجعش فيها. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ بتعمل ايه؟ يلا يا حبيبي وريني كمان خطوتك احسن ما اشتمك بالاب والام والكلام الوحش ده. يلا مش هتقدر عليهم لوحدك. انت مش مقدر الموقف. ما تنساش تاريخك اللي الناس كلها عارفاه. مفيش حاجه يا حمود. خش نمت. مش هتعشى؟ لا سيدي القاضي، أصبح من المعروف أن القضاء المصري هو الحصن الباقي والأخير، فأنا أهيب بعدالتكم ألا نفلت من أيدينا هذه الفرصة. وإذا كان السادة الوزراء قد رفضوا المثول أمام عدالتكم فهذا يعني أنهم لا يحترمون القضاء. يا أستاذ نتكلم في موضوع القضية أحسن. هذا هو موضوع القضية. سواق الأتوبيس وعامل التحويلة ليسوا أكثر من أدوات يحركها نظام كامل. سيد القاضي، أنا مصر على مطلبي باستدعاء السادة المسؤولين الحقيقيين عن المأساة لاستجوابهم. وشكرا. تأجل القضية لجلسة 25/9. رفعت الجلسة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان همشي الشوط لنهايته. عشان توصل لايه؟ لازم المسؤولين الحقيقيين يتقدموا للمحكمة. عاوز الحكومة تستقيل. ده اللي بيحصل في اي دولة متحضرة. حق معانا ولا لا؟ احنا مالناش دعوة اذا كان الحق معانا ولا لا. احنا لينا دعوة بالتعويض. وبعدين انت فتحت جبهة صعبة قافلاها. سامية، انت عندك فلوس قد ايه؟ ليه السؤال ده؟ تعالش رد عليا. الحمد لله مستورة. بلاش نكسب القضية دي وخليك معايا. اقنعني. مش هعرف بس حاسس انها قضية عمر. اول حاجة تعطل الطريق من زمان اوي يا سامية. مراحة متأخرة؟ وصحوة الموت. انت نسيت القضايا اللي كنت بترفع فيها زمان يا سامية؟ نسيتي قضية عمال السكة الحديد والوقفة اللي وقفتيها معاهم والاسبوع اللي بيتيه وسطيهم وهم عاملين اضراب؟ نسيتي قضية عمال الكوك والغزل والنسيج؟ اسمع يا مصطفى، مش بعد العمر ده جاي تصحيلي اللي فات. اللي فات مات واندفن. دلوقتي احنا متشربكين في حياة انفرضت علينا فرض وما نقدرش نغيرها. لا نقدر. طز فيك وفي الكلام اللي قلته واللي هتقوله. القضية دي احنا هنكسب منها مليون جنيه على الأقل، وأنا ولا الجماعة اللي معانا مش هنتنازل عن مليم منهم. وخلي بالك إن لغاية دلوقتي حيشاهم عنك بالعافية. قلت إيه؟ هتتراجع عن موقفك ولا لأ؟ لا يا سامية مش هتراجع. في الحالة دي أنا مضطر أدافع عن مصلحتي. عن إذنك. فندم انا عندي ميعاد مع الدكتور.
خيري محمود المحامي. الأستاذ خيري محمود المحامي. أهلا أهلا يا فندم. تعال. إيه لعبة العيال أنتوا عاملينها ده يا أستاذ؟ أنتوا بتهرجوا؟ أخير يا فندم. ايه القضية الهبلة اللي انتوا رافعينها وطالبين الوزراء يحضروا في المحكمة؟ يا فندم مش انا ده الاستاذ مصطفى خلف. انت مش مشترك معاه انت وثلاثة تانيين؟ ايوه يا فندم بس كلنا مش موافقين على اللي بيعمله ده. ويطلع مين اللي اسمه مصطفى خلف ده؟ ما قدرتش ما بقاش موجود وهو بيفك الجبس. قريت المرافعة بتاعتك في الجورنال. عجبتك؟ مفيش أسهل من الكلام. لو كان الكلام بفلوس كنا بقينا أغنى دولة في العالم. المرة دي مش كلام بس يا فاطمة. مش هيسألوا فيك. يبقى عملت اللي عليا وريحت ضميري. هو لسه عايش؟ أنا نفسي شاكك في الحكاية دي. هي إيه الأخبار؟ للأسف يا دكتورة يمكن لما يكبر نقدر نعمل عملية يلتئم فيها العظم، لكن دلوقتي صعب المخاطرة. على كل حال هو لسه صغير وأكيد لما عظمه ينمو ممكن يتعالج. يعني ايه؟ يعني بلاش اي مجهود عضلي ويعمل علاج طبيعي لمده 6 شهور. مفيش اي طريقه يا دكتور؟ احنا ممكن نسفره بره يتعالج. للاسف يا دكتور ابراهيم ولا له لازمه، لو ما جادش نفسه وواظب على العلاج الطبيعي هيبقى كويس. غلط! الحركه دي كان لازم اتوقعها قبل ما العبها واعمل احتياطي ليها كويس. المباراة دي انت غلبت فيها ولا غلبت؟ لا غلبت طبعا. هو فعلا كده؟ اصل دي اخطاء غبية مش لازم اقع فيها في الماتشات الجاية. اوريك بقى اللاعب بتاع واجا دوجو عشان تشوف الفرق بين الستايل بتاعه والستايل بتاع الياباني والستايل بتاعي انا. كفاية يا ماسيه. ايه انت زيت ولا ايه؟ لا بس ايه رايك بقى نخرج نشم هوا؟ عندي فكرة، تيجي نروح النادي؟ اشمعنى؟ الكوتش بيه هناك دلوقتي، يلا بينا. يلا بينا. استنى يا سيف، انا مش عايز اروح نوادي. انا قصدي نخرج نتفسح. يا عم مصطفى نتفسح ايه في وقت ده؟ هو ده وقت الفسح؟ ده المعسكر بقى 15 يوم ولازم اطمن على ورقي جاهز ولا لا. انت عندك علاج طبيعي لمده 6 اشهر. 6 اشهر يعني ايه؟ يعني مش هتقدر تروح المعسكر ده. ازاي ده من غير المعسكر مش هقدر اشترك في البطوله؟ مش مهم البطوله دي. ممكن اعرف ايه الحكايه بالظبط؟ مفيش حكايه. لا في، من ساعه ما شفت جبس وعصبك ومخبين عني حاجه. اسمعوا يا مصطفى، انا مش عايز صغير، انا ممكن افهم كويس. سيف يا حبيبي ما تزعلش نفسك على كده، دي مش اول بطوله لاخر بطوله. قولي ما حدش يساعدني. ارجوك سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. أنا خايف الولد يجيله انهيار عصبي يروح مني. الولد لازم يحصل له عملية إحلال. يعني لازم يكون عنده هواية تحل محل الأولانية اللي ما بقاش يقدر عليها. تديله الإحساس بالقوة والتحدي وتتناسب مع إمكانياته. يا دكتور بقول لحضرتك ما عادش يقدر يمارس أي رياضة. مش لازم رياضة عنيفة. زكي زكي. ايوه ايوه
تعالى ملعبك دور. ادي البصل لحموده وتعالى. لا. لا. تعالى علمك خط نابليون. يا عم بلا نابليون بلا هتلر. أنا بس كنت عايز أعرف حاجة مهمة أوي. أنت حقيقي ناوي تقف قدام الحكومة؟ أنا ناوي أعمل الصح وأصمم عليه مرة في حياتي. إحنا لو عملنا الصح مش هنلاقي ناكل يا ريس. محدش بيموت من جوع. تعالى العب تعالى. ماليش فيها يا ريس. أنا ليه في الكرة الشراب البيلي السبع طباط. إنما لعبة ولاد الزواد دول لا مؤاخذة سامحني. بعد الاطلاع على أوراق القضية وطلبات الدفاع حكمت المحكمة برفض الدعوة وإلزام رافعيها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. رفعت الجلسة. استأنف لوحدك، أنا شخصيا منسحب بالتوكيلات بتاعتي. وأنا كمان منسحب. وأنا كمان. أنا كمان منسحبة. كفاية عليا التوكيلات اللي معايا. يا ابني مهما عملت هيرفضوها برضه، وأنت عارف كده. انت هتعمل لي فيها بطل قومي؟ ما تفوق بقى، ده الدكتور عبد النور حضر بنفسه النهارده، عايز ايه اكتر من كده؟ ما تخليكي حلوه امال، انت مش اخترت السكه التانيه؟ في ايه يا زكي؟ دول اهالي الولاده يا ريس. واقفين كده ليه؟ العمليه كده شكلها هيوسع وهتقلب بضلمه. زوغ انت وانا هتصرف. تعالى. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ. نعم. احنا عاوزين نلغي توكيلاتنا من الاساتذه التانيين، وعاوزينك انت تترافع عن ولادنا. روحوا ايه ومزاجك وسخوا التوكيلات دي في الشهر العقاري. ربنا يكتر من امثالك يا ابني. وقد اصر الاستاذ مصطفى خلف المحامي على الاستمرار في القضيه مختصما الوزراء والمسؤولين عن الحادثه، فهو يرى ان المسؤول عن حادثه اتوبيس الموت ليس سائق الاتوبيس او عامل التحويله، بل النظام باكمله. يعني ايه النظام يا بابا؟ يعني الوزراء والحكومه والمؤسسات اللي بتحكم. كنت فين المده دي كلها؟ كنت بتمرن عشان اغلبك. في ايه؟ في الشطرنج. يا فندم انا عارف ان الصحافه زودتها شويه. والخوف ان القضيه تتحول لقضيه راي عام. لكن اطمن سعادتك ما تشيلش هم. ان شاء الله قبل ميعاد الجلسه كل حاجه هتكون منتهيه. تحت امرك يا فندم. مع السلامه. هو الولد ده عايز ايه بالظبط؟ كل الجرايد كاتبه يا فندم، حتى الجرايد القوميه. الموضوع ده لازم يتلم بسرعه. القضيه فعلا بقت قضيه راي عام. هاتوا لي الولد ده. عايز اقابله بنفسي. ممكن اعرف احنا رايحين فين بالظبط؟
هنقابل الدكتور عبد النور. ودكتور عبد النور مش مكتبه في وسط البلد؟ لا، ما هو بيصلي المغرب هنا كل يوم ويفضل بقى مستني لحد صلاة العشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وسهلا يا أستاذ مصطفى. أهلا بيك يا دكتور. أنا سمعت عن نباتك وشطارتك كمحامي. ليه شرف إن كنت تلميذ سعادتك في كلية حقوق. ما شاء الله ما شاء الله، على كل ده حيسهل التفاهم. تحت أمرك بقى. أنت عارف يا ابني إن أنا وكيل الاتحاد العام لشركات التأمين والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء ولعدد كبير من الوزراء والقيادات. انا ما كنتش عارف كده يا فندم. هي دي الحقيقه. عشان كده هتكلم معاك كمحامي زميل تهمه مصلحتك قبل اي حاجه تانيه. ده يشرفني يا فندم. طب احنا بقى عايزين نتكلم في موضوع القضيه اللي انت مستأنفها ومختصم فيها عدد من الوزراء. خدك شويه ينسون يجلي الصدر ويفتح الشرايين احسن من الشاي والقهوه. عايز توصل لايه في القضية دي؟ للعدل يا دكتور. العدل اللي اتعلمناه وآمنا بيه ودعيت له الأديان كلها. عظيم. طب ايه بقى العدل في انك تختصم الوزراء في قضية زي دي؟ المتهم فيها معروف ومحدد بلا أي لبس. قصدي حضرتك سواق الأتوبيس وعامل التحويلة؟ أو حد هيئة السكك الحديدية نفسها. أنت عرفت إنه الكشف الطبي على السواق اتضح إنه كان متعاطي مخدر. عارف. عارف انه مذنب ولازم ياخد جزاؤه. بس مش هو لوحده. طبعا هو وعامل التحويله ملاحظين السنافرات يا فندم. ارجوك افهمني. الاتوبيس ما دخلش في القطر كده من نفسه ولا حتى صدفه. فيه مسؤول ورا ده كله. هو اللي وصل مزقلات القطر انها تكون من غير اشارات. وهو اللي خلى سواق الاتوبيس المفروض انه مسؤول عن ارواح البني ادمين ياخد مخدرات. وده بيحصل في اي مكان في العالم. ايوه بس يبقى في حساب وتتحدد المسؤوليات بدقه. كل واحد يأدي واجبه ولما يحصل الخطأ يبقى معروف مين بالظبط المخطئ ويتحاسب. يعني انت عايز وزير النقل يعدي بنفسه على السنافورات سنافور سنافور ويطمن ان الاشارات شغاله؟ لازم يبقى فيه مسؤول حقيقي مش كبش فدا يتحاسب وياخد جزاؤه. المسؤول عن وسائل النقل في البلد هو وزير النقل مش عامل مزلقان. والمسؤول عن تأمين حياة تلاميذ المدارس وحمايتهم هو وزير التربية والتعليم مش سواق اتوبيس الرحلة. والمسؤول عن الاثنين رئيس الوزراء. القضية لازم تطرح كده. اللي راحوا بني ادمين بشر ارواح بريئة من الذنب. لو المسؤولين عن ضياعهم اتحاسبوا وخدوا جزائهم هيفكروا الف مرة بعد كده عشان ما عاش خطأ او اهمال مشابه. الاهمال لما يوصل للدرجة دي يبقى جريمة بشعة لابد من التحقيق فيها. ما تيجي ننسى الكلام الكبير ده شوية. حضرتك علمتهولنا في الكلية وكتبته في كتب. البلد مش مستحملة هزات. البلد مش هتتقدم إلا بمواجهة أخطائها. مش عيب إن احنا نبقى بلد متخلف، لكن العيب الحقيقي إن احنا نحط راسنا في الرمل وما نواجهش التخلف ده. إذا كان حد قلبه على البلد دي بصحيح لازم يقف يحاسب ويتحاسب. مش هتقدر تستمر في القضية دي للآخر. ربنا يقدرني واستمر. مصطفى، تاريخك الأسود هيظهر في المحاكم وينشر في الصحافة. فرصة أطهر منه. أسهل حاجة ممكن يستف لك قضية تروح فيها وأنت عارف. مخدرات برضو؟ ترى نفسك إيه ده؟ أنت حاطط حشرة أفعصها بإيدي من غير ما حد يحس بيها. هل أنت عارف اللي بتعمله كويس؟ عارف. لا ما أنتش عارف. أنت هتفتح على نفسك وعلينا طاقات جهنم. عارف كم بيت عايش من ورا حكايه التعويضات دي؟ عارف كم اسره عايشه عليها؟ هتقف قدام جيش طويل عريض ملوش اخر. وهتقف لوحدك. وحضرتك تبع مين بالظبط؟ الوزراء ولا محامين التعويضات ولا شركات التامين؟ غبي وجاهل ومغرور. هي كلمه واحده هقولها لك. ابعد عن القضيه دي.
مش همنعني عنها غير الموت. تقليل الأدب. هيطير لو حركت الحصان. واللي بيهددها؟ الوزير. انا ما بحبش اللعبه دي. طب ده غلط وسخيف ومش غير معنى واحد، انك ضعيف ولسه ما بقتش راجل. الراجل ما يعيطش ولا ينهزمش، ممكن يقع مره واتنين لكن يقوم ويقاوم، ولا ما بقاش راجل ولا يستحق اللقب ده. ممكن اعرف انت قاعد لحد دلوقتي وبأي حق بتكلمني بالطريقه دي؟ حق الصداقه. احنا مش اصحاب؟ انا مستغني عن الصداقه. والكرسي بتاعك اهو. خلاص انا استغنيت عنك. يا حبيبي سيف سيف. ماما ارجوك يا ماما سيبيني لوحدي. يا حبيبي أنا آسف إني كنت جرحتك، بس لازم تعرف أنا قلت الكلام ده بس عشان بحبك، وبحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا، وخايف عليك. مين؟ إيه؟ أوعك يلا يلا في ايه؟ خدوه. طه 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 ما تتعبوش نفسكم. ما انا جاي جاي جاي. اتفضل. عقيد وعقيد قديم كمان. ما شاء الله كفاخ الدنيا ما فيش حاجه بتفضل على حالها. لكن انت رجعت لشقاوة زمان يعني. امر الله بقى. لا بكلم جد يا مصطفى. انت في موقف صعب وصعب جدا كمان. انت عايز يا صبحي؟ المره اللي فاتت لفقتوا لي تهمه الرشوه وخليتوني اسيب النيابه بفضيحه. انت بقيت محامي مشهور وشغال والقرش جري في ايديك، ايه اللي رجعك تاني؟ باب التوبه مفتوح يا اخي. تقوم تورط نفسك في تنظيم ارهابي الهدف منه قلب نظام الحكم. اهي المنشورات اللي ظبطناها ببيت. تنكر؟ انا ما عنديش حاجه اخاف عليها مستعد اموت. في سبيل ايه؟ انقذ ابني وابنك. انت هتطلع الصخر؟ رايح ايه؟ رجالتك منتظريني، مش لازم اتاخر عليهم اكتر من كده. آه.
اتفضلي. اهلا صبحي باشا. ايه عاش من شافك؟ تعرفي الانسه خواطر؟ اظن تقابلنا مره قبل كده. كان في عيد ميلادك الاخراني مش كده؟ اظن. قهوتك مظبوط على ما اذكر صح؟ كل اللي بتعمله ده غلط ومفيش منه اي فايده. تعالي يا وليه. اسمعني، الموضوع عدى مرحله الهزار ودخل في الجد. ما تعملش بطل في معركه خسرانه. مين قال لك انها خسرانه؟ انا بقول لك كده، انا عارفاهم اكتر منك. لو عارفاهم ما كنتش قلت انها خسرانه. اللي بيعملوا ده معناها انهم خايفين وبتخبطوا وان انا على حق. انا مش قادر افهم انت بتعمل كده ليه. لو عندك ولد او بنت راحوا في حادثه زي اللي فاتت دي كنت فهمتي. وانت ان شاء الله عندك؟ ايوه عندي. شوفي ايه رايك؟ ده الولد اللي كان في المستشفى 14 سنه يا سامي، عندي ابنه ما اعرفش، ويوم ما اعرف يعجزه. يعني امه اللي كانت معاه دي؟ دي فاطمه مرات الاولانيه. ايه رايك؟ ما يستاهلش اعمل عشانه اللي بعمله ده. ايه رايك خواطر؟ زي القمر، ربنا يحميه. طب ما جاش يعيش معاك ليه؟ هيعيش معايا بعد كده ومش هسيبه تاني. وكل اللي بيجرى لك ده علشانه؟ هو اللي زيه يا خواطر. قولي لي، هم بعتينك ليه؟ قضيه السكاكين هيقلبوها من تاني يا استاذ. ظهر واحد طعن في الحكم الاولاني. انت ايه رايك؟ اول ما بعتولي خفت، قلب وقع في رجلي. انا عارفه بتوع الاسم ومباحث الاداب، لكن دول اول مره. لما تروح يا خواطر قولي لزكي تابع اجراءات القضيه في المحكمه. من عينيا يا استاذ. وانا يا قديس مش هتوزع عليا دور؟ انا ما اطمعش انك توقفي معايا. ولا حد في الدنيا هيقف معاك. طز فيكوا في اللي بتعمله واللي هتعمله. انت فاكرها لعبه؟ لا يا حبيبي، انت ما تعرفهمش. هيفضلوا يضغطوا عليك وينتهكوا ادميتك لحد ما تنخ زي الكلب ولا حد يسال فيك. وفي الاخر ينفذوا اللي هم عايزينه. ويوم ما يعتقوك هيحولوك لجاسوس تبيع نفسك ليهم لحد ما تكره اليوم اللي اتولدت فيه. اهدي يا سامية. ابعد ايدك عني، انت ولا حاجه. كلكم جبانات ولاد كلب من كبيركم لصغيركم. افتح الباب، بقول لك افتح الباب. ربنا معك يا استاذ، ما تخافش. كلامنا اللي قلناه في النيابه قبل كده هيفضل هو هو مهما حصل. أكيد حصلت لمصطفى. بيتهيألي كده برضه يا سيف. يبقى لازم نسأل عليه يا ماما. اسأل عليه بصفتك إيه؟ صاحبي والمحامي بتاعي. لا لا، هو صاحبك ولا المحامي بتاعك. إبراهيم، الموضوع زاد عن حده يا فاطمة ولازم ينتهي بقى. هو ليه زعامل مصطفى ما بيحبوش؟ القلب وما يريد يا سيف. يعني هنسأل عليه ولا لا؟ ايوه، لكن هنسأل عليه فين؟ في بيته او في مكتبه؟ هو مش ليه مكتب برضه؟ يا زكي يا ابني لازم تروح له وتاخد له معاك لقمه ياكلها. حد عارف اذا كان بياكل ولا لا؟ ما ردوش يدخلوني اقابله عم حموده، ولا حتى ادخل له اكل. يبقى لازم اروح له انا بقى، يمكن يعملوا حساب لشبتي. مفيش فايدة عم محمودة، دول ما رضيوش يستلموا إعلان المحكمة عن الجلسة اللي فاتت. ولغاية إمتى هيفضل كده؟ على ميعاد الجلسة اللي جاية وهيطلع. أنا بعت لهم إعلان المحكمة في جواب مسجل، ومش ممكن يأخروه أكتر من كده.
صوت حد طالع. بسرعه روح اقعد على مكتبك احسن يكون زباين. طب اعمل لي فنجان قهوه وخلي بالك متصل على النار. طب روح انت بس بسرعه. اهلا 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 وسهلا. اهلا ست هانم. ايه النور ده؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك تحب تشرب ايه؟ شاي، قهوه، حاجه ساقعه، نسكافيه؟ متشكره قوي. امال فين الاستاذ مصطفى؟ الاستاذ مصطفى مسافر، عنده مؤتمر في سويسرا، هو مش غريب كتير. انا هنا تحت امرك. يا ترى ايه نوع القضيه؟ طلاق، نفقه، اثبات نسب، ورث؟ هو حضرتك بتتكلم كتير ليه؟ متاسف، شغلتي. الهانم تاخد قهوه. عم حموده، شوف الهانم تشرب ايه والبس صغير كمان. ست فاطمه. عم حموده. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا بنتي؟ ازيك انت يا عم حموده؟ انت سبت المطريه من امتى؟ من زمان قوي، من ايام ما سبت بعض انت والاستاذ، جيت قعدت معاه هنا. معقول يا بنتي انا وانت نسيبه؟ ما تفهمني الحكايه بالظبط يا عم حموده، واستاذ مين اللي بتتكلموا عنه؟ الاستاذ بتاعنا يا زكي مع المدام. عم حموده ارجوك. ما شاء الله ما شاء الله. ده ابنك يا فاطمه؟ ايوه. سيف. سيف؟ سيف مين؟ لا انتوا مش كان لكم صاحب زمان اسمه سيف وشهد على جوازكم معايا؟ من فضلك يا عم حموده الاستاذ فين؟ استاذ استاذ ست فاطمه عرضت عليه المباحث من كام يوم كده في الفجر وحاولنا نوصل له ما قدرناش. ما تعرفش قبضوا عليه ليه؟ انت بقى يا سيدي سيف اللي عامل لنا قلبان في حياتنا. بس تصدق بالله الاستاذ كان عنده حق. ازيك وازي صحتك؟ الحمد لله. وحشتني قوي. ازيك؟ الحمد لله. ايه ده؟ ده انت متهور خالص، ايه اللي عمل فيك كده؟ لا دي حاجة بسيطة خالص. ازيك يا فاطمة؟ شكرا قوي انك فكرت فيا. في الحقيقة السيف هو اللي كان مصمم ان احنا نيجي نقابلك. ما عندكش فكرة احنا تعبنا قد ايه علشان نيجي نشوفك هنا. أنا مش عارف مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش حاجة. جاهز؟ ايه ده؟ انا اتمرنت لك وجاي مخصوص عشان اغلبك. موافق. ابيض ولا اسود؟ ابيض طبعا يا عم مالك كبير. قديمة اهو. قديمة اهو. نعم. انت كنت بتلعب ملاكمة ولا ايه؟ وريني هتلعب اللعبة دي ازاي؟ كنت عارف انك هتلعب. قولي انت مصمم على موقفك؟ موقف ايه؟ موقفك في القضية. انا ماما حكيت لي على كل حاجة. كل حاجة؟ طبعا. ده انا قريت مرافعتك في الجرايد. الجرايد كلها عاملة منك بطل. سيف انا مش عارف تاني. مش كده؟ طبعا. خطوتين كمان بالظبط والملك بتاعك يموت. هتكمل؟ انت ايه رايك؟ لو مني منك اكمل. مش هتنقذ الملك بتاعك؟ انت اتعلمت الخطه دي فين؟ ده الدور اللي كسب بيه بطل روسيا بطوله العالم سنه 1983. قايل ما قلتليش ناوي على ايه؟ لو كان ممكن يتراجع واحد في المليون قبل كده دلوقتي مستحيل يا سيف. حتى لو قطعه من جسمه بالحته. محكمة! الأستاذ مصطفى خلف موجود الجلسة دي؟ أيوة يا فندم موجود. مش عيب يا أستاذ مصطفى ترفع قضية كبيرة زي دي وتتخلي في الجلسة اللي فاتت؟ غصب عني يا فندم. ولا انت ماشي خلف خلاف زي المحامي بتاع المسرحيه اياه؟ لا والله يا فندم انا كنت مجبر، ولولا الجلسه دي الله اعلم انا كنت خرجت ولا لا. انت عملت حادثه؟ تقريبا يا فندم.
ودي اثارها اللي على وشك؟ يا ما الهدوم بالدال يا فندم. احنا جاهزين عشان نسمعك يا استاذ مصطفى. لو سمح لي سعاده الرئيس، ممكن لحظه قبل ما نخش في تفاصيل القضيه؟ خير يا دكتور. ده مستند يثبت ان جميع الموكلين في هذه القضيه سحبوا توكيلاتهم الاستاذ، بل وايضا تنازلوا عن القضيه. ده صحيح. انا اشكك في صحه هذا المستند يا فندم. على كل حال جميع الموكلين موجودين، ممكن سعادتك تسالهم بنفسك. مين الموكلين اللي سحبوا توكيلاتهم من الاستاذ؟ دول موكلينك يا استاذ؟ ايوه يا فندم. طب اختار لنا واحد يتكلم عنه. اما عبد العال، تعال هنا يا ريس. اسمك ايه؟ عبد العال ابراهيم توكل يا باشا. بلاش حكاية يا باشا، دي الألقاب اتلغت من زمان. حاضر يا باشا. انت سحبت توكيلك من الأستاذ؟ ايوه يا باشا. ليه؟ والله يا باشا احنا سمعنا ان الأستاذ سمعته وحشة، بتاع مخدرات ودعارة، وسبق انه اترفد من النيابة بفضيحة، كناش نعرف انه كده. يعني انت سحبت القضية من عنده وحتوكل محامي تاني؟ لا يا باشا، احنا ناس مش رتوع قضايا ولا دياولة، ده حكم ربنا يا باشا. حد يقدر يقف قدام حكم ربنا؟ الحكومة دفعت لكم فلوس؟ طبعا يا فندم، خدوا التعويضات القانونية. ايوه يا باشا، اخدنا تعويضات الحمد لله، محدش بياخد اكتر من اللي مقسوم له. طب اقعد يا راجل. ايه يا استاذ مصطفى، قلت ايه في الكلام ده؟ اعتقد يا سعادة الرئيس انه لم يعد هناك مجال للكلام، وانه بعد ان ثبت عليه عدالتكم انسحاب الموكلين من القضية، فان القضية نفسها اصبحت غير ذات موضوع. لو سمحت لي يا سيادة القاضي. عاوزة تقولي حاجة؟ ايوه يا فندم، انا اسمي فاطمة عبد الحميد مصطفى، باحثة كيماوية في المركز القومي للبحوث، وام للتلميذ سيف ابراهيم شوكت، واحد من الاصيبوا في حادثة القطر. ايوه يا ست، وعاوزة تقولي ايه؟ عاوزة اوكل الاستاذ مصطفى خلف في قضية ابني. التوكيل ده لازم يتسحب بأي طريقة، فاهم يا دكتور إبراهيم؟ أمه هي ولية أمره، قول لي سعادتك أعمل إيه؟ اعمل اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه. هددها بالطلاق، هددها إنك هتاخد منها الولد. هو الولد عنده كام سنة؟ 14. بس لو اتطلقت يبقى الولد من حقك، هي دي الطريقة اللي هنضغط عليها بيها. ربنا يسهل يا فندم. أنا عايز أسمع أخبار كويسة إن شاء الله، وأسمعها بسرعة. أوكي يا أبو خليل؟ سلام. مستحيل يا ابراهيم، انا خلاص عملت التوكيل. فاطمه ارجوكي، انا موقفي حرج جدا في الحزب. اسف ما اقدرش. انت كده بتحطمي كل اللي عملناه في ال 15 سنه اللي فاتوا. مش يمكن بكون بصلحها بانك توقفي جنب مجرم زي ده؟ تنسيتي هو عمل فيك ايه؟ نسيتي كنت كرهاها قد ايه؟ ممكن أكون ظلمته زي ناس كتير ما ظلموه. الواحد بيغلط كتير في حياته يا إبراهيم، ولا أنت معصوم؟ الراجل ده قالك حاجة عني؟ راجل مين؟ مصطفى. مصطفى عمره ما جاب سيرتك لا بالطيب ولا بالراضي. ممكن أنام بقى؟ مش قبل ما نحل المشكلة دي. أنت عاوز إيه يا إبراهيم؟ عاوزك تسحبي التوكيل. وإذا ما سحبتوش؟ هضطر أقولها لك بصراحة، أنا يا هو. بس قبل ما اتجاوب احب اقولك انه من المستحيل يكسب القضيه اللي رافعها دي. الحكومه والحزب مش هيسمحوا له انه يكسبها، فارجوكي ما ترهنيش على الحصان الخسران، وفكري في مصلحتك ومصلحه الولد. خلصت كلامك؟ ايوه. وانا مش ممكن امنع اب يدافع عن حياه ابنه. يبقى اللي بينا انتهى. اللي تشوفه يا ابراهيم. انت طالق يا فاطمة، طالق. الأستاذ مصطفى قدم توكيل عن التلميذ سيف إبراهيم شوكت، وبالتالي القضية بقت ذات موضوع يا دكتور عبد النور. أيوة. تحب تقول حاجة؟ كلامي هقوله في المرافعة. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سيد الرئيس، أنا مش أقول حاجة أكتر من بعض المعلومات لكي تستنير عدالة المحكمة وتعرف من هو المدعي ولماذا هو مصر على دعواه. الأستاذ مصطفى خلف بدأ حياته في سلك النيابة وكيلا للنائب العام، وهو منصب له قدسيته وجلاله، ولكنه يا للأسف لم يستمر في هذا المنصب سوى عام واحد، ثم فصل وطرد من النيابة. ولماذا؟ بتهمة الرشوة. أكرر، بتهمة الرشوة. هذا هو المدعي في سن الأمل والحلم والتمسك بالمثل والمبادئ العليا. ثم عمل بعد ذلك بالمحاماة واندفع بكل طاقاته يترافع عن تجار المخدرات والعاهرات، مستخدما ذكاه الفطري في قلب الحقائق والبحث عن ثغرات القانون. وثالثة الأهداف، الأستاذ مصطفى خلف انقلب على قضايا التعويضات، صاحب ملك الموت أينما حل، يغري الثكالة والمصابين لحظة مصابهم الأليم، ويأخذ بطرقه الملتوية الشيطانية التوكيلات ويترافع عنه ويصرف التعويضات الكبيرة ولا يدفع لهم شيئا منه. ولدينا سجل طويل بهذه القضايا أرجو ضمه إلى ملف القضية. وليس هذا فقط، بل هناك دليل حي لا يقبل الشك. معنا هنا في هذه القاعة إحدى ضحايا الأستاذ، وهي على استعداد لأن تدلي بشهادتها لعدالته. ربنا وريني فيك يوم يا مصطفى يا خالد. روح اللي هينتهم منك يا حرامي، اوعى كده يا حرامي يا ناوي. ولقد قام العديد من ضحايا الأستاذ برفع القضايا عليه يطالبونه بالتعويضات التي استولى عليها لنفسه وبدون وجه حق. وانني اتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة مثبت فيها ارقام هذه القضايا وتواريخها بالضبط. ارجو من عدالتكم ضمها الى ملف القضايا. اكتفي بهذا القدر. اما باقي فضائح الاستاذ ومخازيه فمثبتة في المذكرة المقدمة منا. واني اشكر عدالة المحكمة سعة صدرها وحسن استماعها وشكرا. ترفع الجلسة للاستراحة وتعود للانعقاد بعد ساعة. مش هقول حاجة، مش عايز صحافة، مش هقول حاجة ومش عايز صحافة يا جماعة. السلام عليكم يا حبيبي. أظن صاحبك دلوقتي ما عادش يقدر ينطق. ينطق ازاي مع الباشا بعد الفضائح دي ويقول ايه؟ مش كده؟ بس في حاجة سعادتك طازة، بس ما اعرفش ده كانت تفيد سعادتك ولا لا. ايه؟ عارف حضرتك الست اللي واقفة معاها ومقدمة التوكيل الوحيد اللي فاضل له؟ ايوه، مرات الدكتور ابراهيم شوكت. مال؟ دي كانت مرات مصطفى، والواد ابنها يبقى ابنه اللي ما كانش يعرف عنه حاجة من 15 سنة. ابنه؟ طب اقعد اقعد اقعد، هو اللي ايه الحكاية؟ اقعد. محكمة! لو سمحت لي يا سعادة الرئيس. ايه يا دكتور؟ انت مش خلصت كلامك؟ فاضل حاجة واحدة، معلومة هتنور هيئة المحكمة. من غير تطويل. من غير تطويل. ثبت لدينا يا سعادة الرئيس ان المدعي ترك ابنه الوحيد ليكتب باسم شخص اخر ينفق عليه ويرعاه طوال 15 عاما هي عمر هذا الابن اللي هو رافع له القضية دلوقتي. والآن فقط يأتي ليطالب بحق هذا الابن في التعويض. هل هذا معقول؟ أين حمرة الخجل؟ أين كان الأستاذ طيلة هذه الفترة؟ أين كان هذا الأب حينما كان الطفل ينمو ويترعرع في كنف رجل غير أبيه؟
الكلام ده مظبوط يا استاذ مصطفى؟ للاسف نعم. بس انا ما كنتش اعرف ان ليه ابني عشان اتخلى عنه ولا اسيبه عشان يكتب باسمه حد تاني. في حاجه تانيه عاوز تضيفها يا دكتور؟ لا يا فندم، انا بس حبيت انور المحكمه عشان يبقى قدامها كل الظروف اللي توضح لها من هو المدعي ولماذا يتخذ هذا الموقف. طيب استاذ مصطفى اتفضل. اشكر استاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي اتاح لي هذه الفرصه لأعلن كل خطاياي أمامكم وعلى الملأ لعلي أتطهر منها. نعم أنا مثال للمحامي الفاسد، بل أكثر فسادا مما يتصوره أستاذي. أنا ابن لهذه المرحلة والمراحل التي سبقتها. تفتح وعي مع التجربة الناصرية، آمنت بها ودافعت عنها، فرحت بانتصاراتها وتجرعت مرارة هزائمها وانكساراتها. هنت عندما هان كل شيء وسقط كما سقط الجميع في بئر سحيق من اللامبالاة والإحساس بالعجز وقلة الحيلة. أدركت قانون السبعينات ولعبت عليه وتفوقت، تاجرت في كل شيء، في القانون والأخلاق والشرف. أنا لا أنكر شيئا ومستعد للحساب وتحمل المسؤولية، بل أكثر من ذلك أعترف أمامكم بأنني دخلت هذه القضية طامعاً في مبلغ تعويض ضخم. لكني اصطدمت بحالة خاصة شديدة الخصوصية جعلتني أراجع نفسي، أراجع موقفي كله، أراجع حياتي وحياتنا. اصطدمت بالمستقبل. نعم صبي من الذين حكم عليهم أن يكونوا ضمن ركاب أتوبيس الموت، رأيت فيه المستقبل الذي يحمل لنا طوق نجاة حقيقي. رأيتنا نسحقه دون أن يهتز لنا جفن. نقتله ونحن متصورون أن هذه هي طبائع الأمور، فكان لابد لي أن أقف وأصرخ إن هذه جريمة، جريمة كبرى لابد أن يحاسب من تسبب فيها. إني لا أطلب سوى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن قتل 20 تلميذا لم يجنوا شيئا سوى انهم ابناؤنا، ابناء العجز والاهمال والتردي. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا استثني احدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيله. سيد الرئيس، كل ما اطالب به ان نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد، إله العدل الواحد الأحد القهار. لست صاحب مصلحة خاصة وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساءلتهم، ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد، لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق، ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليسوا بشرا خطائين مثلنا؟ أليسوا قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله، نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا، أغيثونا والله الموفق. حكم بعد المداولة. انت فاكر نفسك في امريكا؟ عامل اللي فيها مصطفى كامل. مصطفى كامل كان مصري يا دكتور، ما كانش امريكا. كامل انشا الانتحار ده ما يسويش مليم. بركه في سعادتك انت اللي علمته لنا. انت تلميذ فاسد ومحامي فاشل. يا فاكر المحكمه هتاخد بالكلام بتاعك وشرفي؟ ده كنت شاطر باسم الندوه المحامين ومنعك من دخول اي محكمه طول عمرك. وايه راي حضرتك في سر القضيه؟ لو كان القضاء بياخد بكلام الانشا ما كانش حكم في اي حاجه،
في وقائع داخل صلب القضية. تفتكر هتستدعى الحكومة للمسؤول أمام المحكمة؟ مستحيل، هو كلام فارغ ولا ده عيال. جمعة، كم بلغت مدة اعتقالك؟ لو سمحت يا أستاذ، فكر المحكمة هتحكم بإيه؟ يا أستاذ لو سمحت يا أستاذ، يا أستاذ وفد من النقابة هو جاي يقف معاك، ولجنة الدفاع عن الحريات، وجمعية حقوق الإنسان، والأحزاب كلهم باعتين مندوبين، ناس كتير وراك يا مصطفى. وانتي؟ أنا كمان معاك، ما تخافش يا مصطفى، مش هتبقى لوحدك، المعركة طويلة ولسه قدامها كتير. هما دلوقتي في أوضة المداولة، الحكم هيصدر النهاردة، لابد من التدخل فورا، لازم نعمل أي حاجة ولا بالتليفون، مفيش وقت. تؤجل الدعوة لجلسة 12 فبراير لحين استدعاء كل من السادة وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه، ووزير النقل والمواصلات بصفته وشخصه، ورئيس هيئة سكك حديد مصر بصفته وشخصه، ومسؤولهم أمام هيئة المحكمة لسماع أقوالهم فيما نسب إليهم في القضية موضوع الدعوة. رفعت الجلسة. ربنا معاك، ألف مبروك.